موقع wellamomo.com لبيع الكوينز، سريع، مضمون، متوفر للجميع الأجهزة. لا تنسون تستعملون كود الخصم في الديسكريبشن. السلام عليكم. أخيرا رديت البيت بعد 8 أيام سفر، مو وايد بس وحشتني فيفا وحشتوني. قبل لا ابدا الحلقه برد على 3 اسئله سالتوني او بتسالوني عنهم. الاول، ليش لابس نظاره؟ والله انا البس عدسات طبيه بس عيني كانت شوي ملتهبه، فقررت اليوم بلبس نظاره. ما البسها عاده لان شكلي مو حلو فيها ولا احبها، مو مريحه لي. السؤال الثاني، ليش فتحت 4 بكات 7000 وواحده 35000 ريال مدريد بس في برشلونه فتحت 10 بكات 35000؟ الجواب هو ان نفس ما قلت لكم في الفيديو، ما كان عندي وقت في ملعب مدريد، اما في ملعب برشلونه كنت على راحتي. في ملعب مدريد كانوا في ناس وياي وكانوا مستعيلين، فما قدرت افتح اكثر. ان شاء الله فهمتوا ليش صار هالشيء. ترى ما كنت متحيز لان انا من الاصل مدريدي، فشلون بتحيز وبفتح اكثر برشلونه. السؤال الثالث، ليش ما سويت فيديو بلوج؟ الله يسلمكم، انا سفرتي كانت مو سياحيه بالكامل، كانت ويا الجامعه، وفي وقت الفراغ مالي كنت احاول اصور لكم فيديو اللي هو في الكامب نو وسانتياغو. اما باقي الرحله كان زياره حق المباني المعماريه لان انا ادرس هندسه معماريه، فهاي كان الهدف السفره. ما اتوقع هالشيء وايد بيشد انتباهكم انه اوه شوف هالمبنى حلو، هالمبنى حلو. لا ما اتوقع بيشد انتباهكم. بدون ما اطول اكثر خلينا نروح حق الحلقه. طبعا تشكيله الموسم عقب 4 أو 5 أيام اللي هو 29 ابريل، فاكثر الناس قاعد يجمعون فلوسهم بايعين فرقتهم، فجبت لكم تشكيله من لاعبين ذهبيين ما يلمعون. طبعا سألتكم في تويتر من افضل لاعب او لاعبين ذهبيين ما يلمعون استعملتوهم. عندي عبد الرحمن قال فالنسيا لاعب وست هام، الكسندر سونغ محور وست هام، وحارس الهولندي لفريق توتنهام. اسامه المسعد قال لنا كانتي لاعب ليستر سيتي، لا اتوقع بيحصل بطاقه تيم اوف ذا سيزون. عندنا فهد قال لنا ان كانتي بعد، واوكازاكي لاعب ليستر سيتي. نفس ما تشوفون هاي التشكيله، عندنا اوكازاكي بن يادر في الهجوم وكانتي كام، عندنا تولا لان سونغ ولانزيني، بعدها في الدفاع عندنا انسالدي، عندنا فونس موري وستونز ناريين حدهم قواي. ستونز عادي ليه يمكن استعمله، وايد وايد زين. عندنا جاليت اللي هو في ناس مدحوه بس ما جربته، وعندنا الحارس الهولندي اللي تكلم عنه ميشيل فون. طبعا في الاحتياط عندي كم لاعب كنت ابغى ادخلهم في الفريق بس ما قدرت للاسف، اللي هم فييتو، فالنسيا، بيروتي وبيليا. خلينا ندش مباراه ونشوف هالفريق شلون يأدي. طبعا كل حلقه يجيني شخص يقول لي قاعد تلعب ضد خويك او صديقك لانه مكتوب فرندلي فوق يبين، ترى واضح. لا مو لهالدرجه فاضي، سامحني بس مو لهالدرجه فاضي. شيء ثاني، انا مو افضل لاعب ولا اسوي روحي افضل لاعب في فيفا، اتوقع هالشيء واضح. انا دائما يجيني اونلاين سنجل ماتش فيكتب لك اللي هو مباراه وديه يعني بس اونلاين ضد شخص ما تعرفه، فيكتب لك فرندلي فوق. ناس ما تشوفون سيدا ادش المباراه والفريق اللي ضدي العب ضده. لقينا فريق ضدنا اسمه اوميجا تيم، عنده فريق اوكي برازيلي بالكامل اتوقع، فريق قوي، دفاع قوي، حارس قوي. ان شاء الله نقدر نغلبه بهالفريق اللي عندنا. بنيده لا 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 خلصه. اوكي مو تسلل، 1-0 1-0 لعب عليهم بنيده بس للاسف ما خلصها، رجعت حق اوكازاكي. تعالوا وياي عاد وينكم؟ حلو لعب عليهم، يلا خلص. اوف 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 بنيده خلصها. لا 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 شلون ضاعت يا بنيادر؟ طبعا بنيادر سويت عنا حلقة اتوقع اول انفورمر ثاني انفورمر، سويت عنا حلقة تشكيلات على ايام كانت 5 دقائق الحين صارت 4 دقائق، تقدرون تروحون تشوفونها. خلاص حلو حلو. مين ذي؟ سونغ اتوقع، اي سونغ اللي كان في برشلونة قبل. حلو باسات بين بعض، لعب عليهم وياب الثاني. الشوط الاول كان حلو، اغلبه كان لي. اللي ضدي مارشون غريب لعبه، ساعات ما يجدم لي، ساعات يدافع بالقوه ضدي، غريب لعبه. ان شاء الله نقدر نجيب عليه اقوال اكثر. بالغلط بالغلط نط سلايد، ما كنت قاصد انط عليه. حلو يا شو اسمه كانتي كانتي، اوه خلصها 3-0، حتى نسيت اسمه في الهجمه. بالغلط نطيت على السلايد. لا فونس موري بعد، اتوقع بينطرد، اتوقع بينطرد فورس موري. لا 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 ثاني مره نط سلايد، ابي على شخص ثاني بس يصيد واحد ثاني. اوكي ليب علي جول، ليب علي جول، وارجع اسولف. يلا يا اوكي سوي بوي 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 بوي، وين طار وين طار يا مسوي؟ قاعد يلعب عليهم، لعب عليهم اوكازاكي، لعب عليهم حصل له بلنتي. طبعا عنده مسويس طار مكان، ميراندا طيح اوكازاكي في المنطقه، بس اهبل شوي واتوقع بيصيدها. بسم الله صادها، ما كان لازم استهبل.
خلصت المباراة ما لحقنا نجيب جول خامس اتوقع، فايزين 3-0 ما لحقنا نجيب جول رابع. مباراة حلوة والله، ناس ما تشوفون انا كنت محتلة، تشوت الاقوال كل شيء كنت محتلة. خل العب مباراة ثانية، لقينا فريق ضد ناس اسمه فوت اف سي، هذا اسم اللي اتوقع تعرفونه في بداية فيفا، وفريقه غريب، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، غريب الفريق، اتوقع الكل حصل في الكيمستري، وعجيب الفريق لويس كريستيانو ونالدو وغيره، فريق حلو والله، ان شاء الله نقدر نعمل. اوف 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 توا بنط قدام سلايد سونج، شوت وايد حلوة، اتوقع هاي جيمس، اوكي جوارين، شوت ماله وايد زين جوارين، شوت وايد حلوة، 1-0 معه، ان شاء الله نقدر نردها. لا بعد شوته اتوقع بعد جوارين، اي بعد جوارين، يعني اتوقع هي يمكن اختبار حقيقي حق حارسنا، لحد الحين فاشل فيه هو، شوته حلوه بس المفروض يعني على الاقل بعدها شيء. لا خلاص الشوط الاول كانت تكون هجمه، مو مشكله الشوط الاول خلص 2-0، الشوط كان اغلبه له مع ان النتائج ما تبين هالشيء، عندي 6 شوتات ولا واحده منهم على الجول، هو عنده 3 شوتات 3 منهم على الجول، جولين، خلينا ندش الشوط الثاني ونحاول نوصل. بنيادر خلصها مرمين اللي خلصها، اتوقع تولا لون كانت حق بنيادر، اي تولا لون كانت حق بنيادر، هدها ويان ياك تولا لون شلخها في الجول. بنيادر في الارض، خطره، يلا نبني بالتعادل، يلا بنيادر مسندين عليك، اما شوته اوي عليك بنيادر، 2-2، ووو هاي شوته توقعت ولا لا نزلها له، بس سير طفنا نالدو وشاتها من بعيد ويابها 2-2، حلو خلينا نحاول نغلبها هاي، لا انا بقول هاي الهجمة اللي بنيت فيها للفوز، اتوقع الحين بننتقل حق اشواط اضافيه 2-2، الشوط الثاني كان كبره لنا الصراحه، رديناها عليه مع انه بس عندي شوتين على الجول، عندي 9 شوتات بس الشوط بكبره كان لي، هو ما كان كله بيشوت من بعيد، خل نروح لاشواط اضافيه اذا في اشواط اضافيه، اي في اشواط اضافيه. الشوط الثاني بس قال لي يبتدي بطلع اوكازاكي بدخل فييتو وايد عاجبني، وبيليا بدخل مكان لانزيني، خلي يكون عندنا النص شوي قوي، ان شاء الله نقدر نغلبه. فييتو البديل الناجح، سويها يخلصها، لا ايش صار؟ لا يلا نبي بعد هجمة، لا خلص شوط الاضافي الثاني، بنروح حق البلنتيات في العارض، حلو في العارض، مع ذلك كنت مالي على فوق فكان بيصدها المفروض حارسي، يمين حلو بعد فوق عرفت انه بيعيدها لان اول مرة ما صادها فعرفت له، يلا بيته خلينا نقطعها في زاويته فوق، حلو كنت مالي على فوق بس مر لي الشوت يمين، يلا شوت يسار قلت لك شوت يسار، كان المفروض اروح اكثر، حلو ضيعت انتين اتوقع خلاص، يعني اي هاي الحاسمه، يلا الحاسمه لا بعد رحت يسار وديته على فوق ما راح لها، استهبل ولا لا؟ الله يستر، اوكي فزنا، فريت وجهي بالضبط، اشوف كره داش الجول من الاضاءة ما اعرف شو السالفة، فزنا في المباراة، ومر ليش ما قاعد يحتفل حتى كانتي، ترى فزت في المباراة كانتي، اي فزت في المباراة قاعد يتمشون مر صار، اوكي يمكن لنا ودية، فزنا في المباراة بعد ما كنا خسرين 2-0 رديناها 2-2 وفزنا في البلنتيات الحمد لله، الناس ما تشوفون تولا لان بطل المباراة. اكثر لاعبين عجبوني فريق هما كانتي تولا لان وسونغ، لاعبين الناس هما كانوا بيودين الناس صح، يحركون اللعب، يسجلون، يلعبون لعبات، يعدلون اقوال، اما باقي الفريق مو اللي بنصح فيهم يعني، بس كانوا زينين. هذه كانت حلقه تشكيله الذهبيين لما يلمعون، اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون اللايك السبسكرايب، ونشوفكم في حلقه جايه. اليوم عندنا حلقه جديده وبفتح باكات في سانتياغو وفي الكامب.